الرحمن الرحيم، هناخد إن شاء الله النهاردة المحاضرة هي جزئين، جزء الأولاني هو السربيدوزس، الجزء الثاني هو الـ occupational lung disease إن شاء الله. الحقيقة السربيدوزس من الحاجات المهمة جدا جدا، يعني لازم نبقى عارفينها. الـ occupational lung disease هناخد حاجتين بس فيهم، هناخد الـ asbestosis وهناخد الـ cirrhosis إن شاء الله يعني. طيب أول حاجة السربيدوزس، السربيدوزس نعرف إن هو is a multi-system granulomatous disorder of unknown etiology، هما حضرتك مش عارفين سببه إيه، خلاص؟ تاني حاجة إن هو مالتي سيستم، يعني affect كذا organ حقيقة، ممكن affect طبعا أشهرهم on top the chest، بس ممكن affect ال CNS، ممكن affect ال eye، ممكن affect ال spleen، ممكن affect ال liver، ممكن affect ال joints، فهو is a multi system disorder. تاني حاجة إن هو it is a granulomatous disorder، هو شبه تي بي، يعني يعمل جرانيوم، ولكن الجرانيوم بتاعت السركيزوز مختلفة جدا عن الجرانيوم بتاعت التي بي، ان هي نان كازيت. الجرانيوم بتاعت التي بي بتحصل لها سنتر كازيش، اما السركويد جرانيوم ما بيحصلهاش كازيش. ودي حاجة مهمة عشان تفرق في او في شكل الباثولوجي بتاعنا في الاشعة، ان الجرانيوم بتاعت السركويد از نان كازيتين جرانيوم. السيمتومز بتاعت السركيزوز في الاغلب بيبقوا اسيمتوماتيك، خلي بالك ان في نسبة كبيرة بيبقوا اسيمتوماتيك، نسبة كبيرة بنكتشفهم لما بيجوا يعملوا اكس راي او روتين اكس راي اكسيدنتال فاين، في نسبه كبيره منهم. النسبه الثانيه منهم ان هم بيجي شبه التي بي برضه، باعراض شبه التي بي اللي هي نايت فيفر وسويت ويت لوس والكلام بتاع ايه كرونيك، ايه بتاع الكرونيك سيمبتوم بتاع التي بي. طيب المهم ان لازم نعرف ان سن بتوع العيانين بتوع السركيدوز ما بيبقاش كبير، غالبا بيبقوا اقل من 40 سنه، وده حاجه مهمه، ان دايما بيبقى بيجي لنا في سن الثلاثينات 35، في السن ده هم دول بيبقوا غالبا بتوع الايه، بتوع العيانين بتوع السركيدوز. في نسبه كبيره نسبه قليله منهم ممكن تحصل بعد سن ال 50، بيبقوا في سمول بيك بيحصل بعد سن ال 50، بس الاغلبيتهم بيبقوا في سن من 20 30، في السن ده يعني اقل من 40 سنه. تمام. طيب عشان اشخص سركيدوز، الحقيقه هو سركيدوز بتشخص في كلمه واحده، ان هو بايلاترال هايرال لينف نود. سركيدوز يعني ايكوال بايلاترال هايرال لينف نود. انا لما بلاقي في بايلاترال هايرال لينف نود لازم احط في اعتباري ان ذيس از سركيدوز، خلاص. فالبايلاترال هايرال لينف ادينوباثي از فيري امبورتنت فور دايجنوز اوف سركيدوز زي ما هنعرف كمان شويه. زائد او ناقص ان يبقى في لانج افكشن على هيئه بيريليمفاتيك نيدوز، ان الجولز اللي بتاعت السركيدوز بتبقى بيرينفاتيك نيدوز. احنا قلنا ان في تلات نيدوز في اللام، مايكرو نيدوز في اللام، ممكن يبقى سنتر لوبيلر، ممكن يبقى بيرينفاتيك، ممكن يبقى راندوم. اشهر البيرينفاتيك هي السركيدوز، ولازم يحط في دماغه لو لقيت بيرينفاتيك نيدوز لازم تحط السركيدوز في رقم واحد، ودي حاجه مهمه، خلاص. من ضمن الديفرنشال دايجنوزز السركيدوز ده رقم واحد. طيب تعال نتكلم، ده اللي هو بيسموه تيبيكال لينف نودز انلارجمنت، اللينف نودز افكشن في السركيدوز، وده تيبيكال لانج افكشن في السركيدوز. تعال نتكلم شويه بالتفصيل عن الايه، هقول لك، هجيب لك صور اوضح من كده. طيب نتكلم شويه بقى عن الافكشن او تيبيكال افكشنز ونوضح اهميه الكلام اللي احنا قلناه. الليمف نودز البايلاترال هاير ليمف نودز اللي بتبقى موجوده في السركيدوز بيقولوا ان هي بتكون رادر سيمتريك، بيكونوا رادر سيمتريك يعني بيبقوا شبه بعض لحد ما، خلاص. ده البايلاترال هاير ليمف نودز، قد يكون معاها اذر ميدياسين ليمف نودز او تكون لوحدها مش مهم، بس البايلاترال هاير ستيج بيقولوا ان النسبه بتاعت البايلاترال هاير ليمف نودز انلارج في العيانين بتوع السركيدوز لوحدها او معاها اذر ميدياسين ليمف نودز في 95% من العيانين، وده يوضح اهميه البايلاترال هاير لينف نودز في العينين بتوع السركيدوز. وبالتالي انك تشخص سركيدوز من غير ما تلاقي بايلاترال هاير لينف نودز دي صعبه شويه، خلاص. طيب كانوا زمان بيقولوا ان في الاكس راي كده ساين اسمها جارلاند ساين او جارلاند ترايد او 1 2 3 ترايد، اللي هو بتوصف ايه، بيوصف البايلاترال هاير لينف نودز ومع الرايت باراتراكير. بيقولوا ان الرايت باراتراكير برده من اللينف نودز اللي بيحبوها السركيدوز، ولكن البايلاترال هايلر هي السنج، خلاص. لدرجه ان في ناس كانت بتعتبر ان الرايت باراتراكير ده اكتر انفلود بتنفولف، لا هو البايلاترال هايلر وممكن يبقى معاها رايت باراتراكير، بيسموها 1 2 3 ترايد، دي بايلاترال هايلر ورايت باراتراكير، بايلاترال هايلر ورايت باراتراكير دي بيسموها 1 2 3 ترايد، دي بتاعت الايه، بيقولوا دي بتاعت السركيدوز. طيب
الليمف نودز ممكن في الكرونيك شويه يبدا يحصل لها كالسيفيكيشن تبقى شبه بتاعت التي بي. حتى احنا بقى بنلاقي كالسيفايد هاير ليمف نودز بنقول بوست جرانيولوميتس، لان انا ما اعرفش دي ممكن تكون تي بي او ممكن تكون ساركويد، فبقول بوست جرانيولوميتس. فممكن يحصل لها في الكرونيك ستيج بتاعت الساركويدوز الليمف نودز يحصل لها ايه؟ يحصل لها كالسيفيكيشن او حتى تبقى هاي اتنيويشن كده، بيسموها بوست جرانيولوميتس ايه؟ بوست جرانيولوميتس ليمف نودز. طيب بصوا بقى، لما تلاقي فيه بيقولوا نسبه اليونيلاترال هاير ليمف نودز في العيان بتوع الساركويدوز 5% او اقل من 5%، فلازم زي ما قلت لكم لازم يبقوا بايلاترال هاير. انا ما بلاقي يونيلاترال هاير لا، ما بحط الساركويدوز في الديفرنشال رقم واحد يعني. طب لو لقيت ميدياستانال ليمف نودز من غير ما الاقي هاير ليمف نودز، بيقولوا اقل من 5%، وده اللي ياكد اهميه البايلاترال هاير ليمف نودز. وبالتالي انا بفكر في ساركويدوز لما بلاقي بايلاترال هاير ليمف نودز ببدا افكر لو اي ديستريبيوشن تاني غير كده للليمف نودز، لا بحط اذر بوسيبيلتيز غير عن الساركويدوز. تمام. طيب التيبيكال ليمف نودز انلارجمنت هو البرينكيمال انلارجمنت، البرينكيمال انفولفمنت هو البرينفاتيك نودز. البرينفاتيك نودز اتفقنا عليها ان انا ببص على لقيت في نودز موجوده في اللنج ابص على الفيشر. لو لقيت الفيشر از بيدد زي كده، this is a fissure beaded، ده هو هنا باين اهو this is a fissure beaded. خلاص لو لقيت fissure beaded يبقى this is a حاجه من اثنين، هتكون بيرلينفاتيك نيديود هتكون راندوم نيديود، ما ينفعش تبقى سنترولوجيا نيديود. طيب ابص على بقيه الديستريبيوشن، هل بقيه اللان كلها بنطوار فيها فيها النيديولز تبقى راندوم؟ لا، لو لقيت النيديولز اكتر متركزه حوالين الانترستيشن سواء كان اكزيال او بريفرال انترستيشن يبقى ده اكتر ان هو تكون بيرلينفاتيك نيديولز. فده لقينا ان في بيدد الفيشر ريت النيديولز متركزين مينلي حوالين سنترال انترستيشن، اللنج هنا ريليتيفلي سبيرد مش منظر راندوم نيديول، يبقى ده المنظر بتاع البيرينفاتيك نيديولز. طيب البيرينفاتيك نيديولز بيقولوا اكتر بتاعت الساركويدوزس بتبقى اكتر متركزه على الاكزيال انترستيشن، يعني دايما تلاقيها حوالين البرونكاي او البرونكوفاسكولار باند. هناخد في اخر المحاضره هو واحد من ضمن الديزيزز اللي بتعمل بيرينفاتيك نيديولز، بس الديستريبيوشن بتاع اذر نيديولز بيبقى اكتر بريفرال انترستيشن، يبقى اقرب ناحيه البلور. اما بتاع الساركيدوز البيرينفاتيك نيديولز بتبقى اكتر متجمعه ناحيه الايه؟ ناحيه الاكزيال انترستيشن، ناحيه البرونكوفاسكولار ديستريبيوشن. طيب من ضمن التيبيكال باترن او التيبيكال انفولفمنت لللانج برينكما غير البيرينفاتيك نيديولز انك تلاقي معاها ثيكنينج الانترستيشن. لو كنت فاكرين المره اللي فاتت كنت قلت لكم ان ثيكنينج انترستيشن بيظهر باشكال معينه، ولما اتكلمت قلت لكم برضو ان الموضوع ملوش علاقه، يعني مش المجموعه اللي فاتت بس هي اللي مقتصره على ثيكنينج انترستيشن، لا ده في الانترستيشن ده في حاجات كتيره جدا تانفولف. اي حاجه بتانفولف الليمفاتكس هتانفولف وتعمل ثيكنينج الانترستيشن. وبالتالي لو انا عندي ساركويدوز بيحب انفولف الليمفاتكس، هو اصلا بيسبريد باي الليمفاتكس، وبالتالي ممكن الاقي معاه ثيكنينج الانترستيشن بنفس المنظر اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. قلنا ممكن الاقي في ثيكنينج للفيشر فلاقي الفيشر ثيكن زي كده. ممكن قلنا الاقي في منظر بتاع سيكندري بالمونر اللي بيقول اللي هو انترلوبيولر 6 ثيكنينج اللي هو الهيكسجونال ستراكشر ده ممكن الاقيه. فممكن الاقي منظر بتاع الثيكنينج بتاع الانترستيشن زي بتاع الايه؟ زي بتاع المره اللي فاتت بتاع الايديوباتيك انترستيشن نيمونياز اللي احنا اتكلمنا عليه. فده من ضمن الحاجات اللي ممكن تافولف الانترستيشن وتعمل ثيكنينج انترستيشن زي المنظر اللي احنا قلناه. الاقي في ثيكنينج من الفيشر، الاقي في ثيكنينج اوف ذا انترلوبيولر 6 اللي هو منظر بتاع الهيكسجونال ايه ستراكشر او سيجنال ابييرنس بيبدا يظهر. تمام. طيب برضو من ضمن التيبيكال باترن اوف انفولفمنت لللانج انك تلاقي في لانج فايبروزس، بس الحقيقه ده برضو مرحله شويه كرونيك ستيج. اللانج فايبروزس زي ما اتفقنا المره اللي فاتت برضو بيبقى عباره عن ريجولار ريتيكيوليشنز مع ارياز اوف اركتكتشر ديستورشن زي كده، ممكن الاقي في برونكيكتيك تشينج زي كده. تاسركيودوز بيحب يجي بايلاترال ابر لوب، الفايبروز بتاع التركيودوز بيحب زي التي بي بيحب يجي بايلاترال ابر لوب. ولو كنت فاكرين لما اتكلمنا على البرونكيكتسز كنا قلنا ان في من ضمن الحاجات اللي بيبقى ليها برودومينت ابر لوب بوست جرانيولوس بوست تي بي او بوست ساركويد، فهلاقي المنظر افكشن ده بتاع التي بي بتاع الفايبروزس اللي بيبقى موجود ابر لوب برودومينت، ده في الكرونيك ستيج بتاعت الايه؟ كرونيك ستيج بتاعت الساركيودوز. طيب في حاجات بتبقى اتيبيكال شويه، اتيبيكال لانج افكشن، اي حاجه ثانيه تبقى اتيبيكال غير اللي احنا قلناه، غير البيرلينفاتيك نيديو، غير فيكني انفتيتريشن، غير في الكرونيك ستيج اللانج فايبروز اللي بيبقى بايلاترال ابر لوب. اي حاجه ثانيه ممكن تيجي بساركيدوزس ولكن تبقى اتيبيكال، والحقيقه ما بنحطهاش في الديفرنشال قوي. زي ايه؟ ممكن يقول لك الساركيدوز بيجي في نسبه ان هو بيجي على هيئه نوديولز او ماسز، مالتيبل ماسز او مالتيبل نوديولز. طبعا ما حدش بيحط الساركيدوز لما بيلاقي كده،
ده اتيبيكال، انك تلاقيه على هيئه جراوند جلاس زي كده ده برضو اتيبيكال، او كونسوليديشن زي كده ده طبعا اتيبيكال. التركيدوز وزي ما قلنا الباترن بتاعه هو بيبقى زي ما قلت لكم الباترن الايه اللي هو بريليمفاتيك نيدوز. طيب في باترن كان زمان بيحبوه او مشهور او ساين مشهوره للسركيدوز اسمها جالاكسي ساين. ايه موضوع الجالاكسي ساين ده؟ انك تلاقي حته موجوده سواء كانت كونسوليديشن او نوديول او ماس او اي حاجه من الابنورمالتي لانج ابنورمالتي، بس المهم ان هي تبقى سراوندد باي سمول نيدوز. ده اللي بيسموه منظر جالاكسي ساين. جالاكسي ساين زي منظر جالاكسي دي مجره لكن اللي هو الكوكب اللي في النص وحواليه الستارز بتوعه، فشبه شبه الماس او الكونسوليديشن اللي موجود في النص وحواليه النيديولز الصغيره اللي حواليه، ده بيسموها جالاكسي ساين ودي مشهوره مع السيركيولوز. خلاص طبعا دي برضو زي اتيبيكال لانج افكشن لكن مذكوره مع السيركيولوز. طيب كمان من ضمن الحاجات الاتيبيكال باتر فورمت انك تلاقي فيه كافيتيشن، الكونسوليديشن اللي موجود بدا يكافيتيه. وقلت لكم ان الكافيتيشن بيبقى مور كومن في التي بي عن السيركيولوز. ليه؟ لان الجرانيولوما بتاعت السيركيولوز ما بيحصلهاش كافيتيشن او كازيشن، وبالتالي الكافيتيشنز في السيركيولوز ات از نوت كومن، بيقولوا حوالي اقل من 1% من الحالات. وان توب بيحصل ان توب للكافيتيشن ده يحصل ان توب الفانجل بول اللي هو اسبريجيلوما يحصل اون توب اسبرجيلوما، ده برضو مور انكم غير طبعا تي بي. يعني تي بي بيبقى مور كمان ان يحصل له كافيتيشن وان توب انه يحصل له فانجل بول او مايسيتوما او اسبرجيلوما طبعا مور كمان في تي بي. اما ساركيدوز انه يحصل كافيتيشن قلنا النسبه بتبقى ايه؟ النسبه بتبقى قليله. طيب ممكن يجي بميلياري نيدولز وميلياري باترن، اه ممكن بيسموه في ميلياري باستيز وميلياري سيركيدوز، زي ما كنا اتكلمنا برضو على تي بي ممكن يجي بميلياري تي بي ممكن يجي بميلياري سيركيدوز، بس طبعا برضو قليل نسبه قليله. الميلياري باترن بيبقى اكتر من كارن في تي بي اكتر من كون سيركيدوز، وبيبقى محتاج لورنج الايه لومين زي ما اتكلمنا في الايه في تي بي. طيب كان زمان بيقسموا دي سلايدز دي ملهاش قيمه حاليا، كانوا زمان بيقسموا بس عشان لو جت سيبت الستيجز. كان زمان بيقسموا السيركيدوز على حسب الستيجز في الشيست اكس راي. كان بيقولوا ستيج 1 هو ان يبقى فيه بايلاترال او ليمف نودز انلارج او ليمف نود انفكشن من غير ما يبقى فيه لانج انفكشن. ستيج 2 ده لا ده فيه لانج وفي لانج في لانج انفكشن وفي ليمف نودز انفكشن ده ستيج 2. ستيج 3 يقول لك لا ده فيه لانج انفكشن ومفيش ليمف نودز انفكشن. ستيج 4 كان بيقولوا ان هو مرحله الفايبروز. ده كان ستيجز ما بقاش حد يعتمد بيها لان طبعا السنسيفيتي بتاعت الاكس راي في اللانج افكشنز وفي الميديا سلاينر افكشن قليله جدا. فالموضوع ما بقاش كده وما بقاش حد يستخدم الستيجز بتاعت السيركيدوز. ولكن دي سلايدز من ضمن السلايدز اللي كانت مشهوره عشان خاطر لو حد سال على الستيجز بتاعت السيركيدوز. طيب الجزء الثاني من المحاضره اللي هو بتاع الاوكيوبيشنال لانج ديزيز. والاوكيوبيشنال لانج ديزيز اللي هنتكلم عليهم هم الاسبستوز والسيليكوزز. والاوكيوبيشنال لانج ديزيز من اسمهم كده they are diseases related to occupation، ليه علاقة بالتعرض لمهن معينة بتتعرض لحاجات معينة فتؤدي إلى ديزيز معينة. طيب ليها اسم تاني اسمه نيومون كونيوزس. كلمة كونيوزس معناها ان اورجانيك داست لأن الناس دي بتتعرض لان اورجانيك داست ماتيريال. الان اورجانيك داست ماتيريال ده يؤدي إلى some sort of lung injury فده اللي بيسموه نيومون كونيوزس. مين دولت او مين دولت الحاجات دولت؟ في كتير قوي. في بيقسموهم لحاجات بتنديوس فايبروز عنيف فيسموه فايبروتيك فورم، في حاجات مش بتنديوس لانج فايبروز في نون فايبروتيك فورم. طبعا دولت حاجات كتيره جدا احنا هنتكلم عليهم. السيليكوز اشهرهم السيليكوز، وهنتكلم عن الاسبستوز. فهم عباره عن ديزيزز ليهم علاقه باكيوبيشنز معينه نتيجه الانهيليشن اوف ان اورجانيك داست بيؤدي الى لانج انجري وقد ينتهي في الاخر بلانج فايبروز، لان هم غالبا اللي هنتكلم عليهم بيبقوا فايبروتيك ايه فايبروتيك فورم. اول حاجه اللي هو الاسبستوس. الاسبستوس حد يعرف الاسبستوس ده بيستخدم في ايه؟ هو مشهور كان زمان عندنا مشهور في حلوان عشان الناس اللي كانوا بيستخدموا في المصانع بتاعت الاسبستوس في حلوان، ولكن هو بيستخدم في الانسليتور. هو هيت انسليتور كويس او الكتريكال انسليتور، هو عايز ماده من المواد العازله كويسه، فكان بيستخدم في اي حاجه تستخدم في المواد العازله. طيب الناس دي لما كانت بتستنشق هذا الاسبستوس بتؤدي الى سبورت اوف لانج افكشن او لانج انجري. الحقيقه
الاسبستوس معروف جدا ان هو مش بيحب اللنج اكتر ما بيحب البلور، هو بيحب يأفكت مينلي البلور، ممكن بعد كده يأفكت اللنج ماشي، بس هو مينلي تارجت البلور وهو بيأفكت مينلي البلور. معروف جدا في الكلينيكال بيكتشرز بتاعته ان السيمتوم بتاعته بتبقى جراديوال جدا وبيبقى فيه فيري لونج ليتنت بيريود، لدرجه ان في ناس بتتعرض للاكسبوجر ليه من 20 سنه ويبدا تشتكي بعد 20 سنه. والكلام ده كان مهم جدا حتى في الناس اللي رفعت قواضي، لان الناس بدات تشتكي مثلا بعد فترات طويله جدا، وثبت ان برضو ان الاسبستوس بيبقى ليه علاقه بفترات طويله جدا، ان هو اصلا بيبقى فيري لونج بيتنت بيريود، ليتنت بيقعد فترات كتيره جدا قبل ما يحصل ايه الشبك. فالشجره بتبقى دايما اوف جراديوال ايه جراديوال اونس. طيب فهم بيقسموه دلوقتي لحاجتين، لحاجات بتافكت البلورا بيسموها اسبستس بلورا ريليتد ديزيز، ولما يبقى في لانج افكشن وقتها اقول عليه اسبستوز، وده حاجه مهمه، مش اي لانج افكشنز اقول عليه اسبستوز. الاسبستوز لو افكت البلورا يبقى اسمه اسبستس بلورا ريليتد ديزيز، لما يبقى في افكشن لانج اقول عليها لفظ اسبستوز. الاسبستوز ده ما بيطبقش الا لما الاقي في لانج افكشن، بلورا افكشن ما ينفعش عليه اقول عليه ايه، ما ينفعش اقول عليه اسبستوز. طيب مين هم الاسبستوس بلورا ريليتد ديزيز؟ بيقولوا في الايرلي ساينز منها ان يحصل فيه بلورا افيوجن، ولكن ده حاجه انا سبيسيفيك خالص وما تقوليش خالص ان ذيس از اسبستوس. امال ايه الحاجات اللي بتبقى فعلا الكلو اللي تقول ان ذيس از اسبستوس بلورا ريليتد ديزيز؟ هو الاسبستوس او بلورا بليكس. البلورا بليكس هو عباره عن بلورا فوكال بلورا ثيكنج، الاقي ان في اجزاء من البلورا بدات تدخل. ذيس از فوكال بلورا ثيكنج، ده بيسموه بلورا بليكس. والحقيقه بلورال بليكس ده مميز جدا للاسبستوس بلورال ريليتد ديزيز. طيب بيقولوا من ضمن الاماكن اللي بيحبها الاسبستوس بلورال ريليتد ديزيز واللي بيقولوا يكاد تكون باخد مونيك للاسبستوس هي الدايفراجمات، دايفراجماتيك بلورا، البلورا اللي مغطيه الدايفرام، والبوستولاترال اسبكت بتاع الكوستال بلورا الناحيه دي، ده كوستال بلورا اهي. البوستولاترال اسبكت من الكوستال بلورا هي ده من ضمن الحاجات اللي لو لقيت فيها بلورال بليكس يقولون دي باثوجنومونيك، هي والدايفراجماتيك بلورا، البلورا المغطيه الدايفرام. طيب بيقولوا ان البلورا بليكس بتاعت الاسبستوس ما بتحبش الايبكس، ما بتجيش في الايبكس، فدايما بيسبير الايه، بيسبير الايبكس. طيب ودي من ضمن اشهر الحاجات اللي الدايجنوستيك رول اللي تقول لي ان ده اسبستوس بلورا ريليتد ديزيز، ما اقولش بقى اسبستوس خلاص. طيب ممكن تكالسيفاي اسبستوس بلورا بليكس، دي ممكن تكالسيفاي ويحصل فيها كالسيفيكيشن زي كده وتبان كانها بلورا كالسيفاي بلورا ايه كالسيفاي بلورا بليكس. طيب المنظر ده بيحبوه في عندنا في القصر العيني، بس هو صراحه ملوش قيمه يعني. هو ده منظر بلورا بليكس في الاكس راي، هم بيجيبوه دايما سبوتنج بمنظور بمنظر الهولي ليف، المنظر الايه اللي هو البلورا اللي هو تحس ان هو فيه منظر الهولي ليف، ده اللي هو منظر الشجر اللي رولد ان ايدج، تحس ان الايدج بتاعه كده داخل لجوه. فالمنظر ده اللي هو بيسموه الهولي ليف ابييرنس، ده هو ده منظر بلورال بليكس في الاكس راي، دايما بيحبوه ويجيبوه عندنا في السبوتنج يعني، اللي هو منظر بلورال بليكس في الاكس راي. يعني ما علينا، ما يعني انا جبتها على اساس الناس اللي هم اللي بيبقى ليهم علاقه بالقصر يعني وبيمتحنوا عندنا في القصر. طيب ساعات بيجي يقولوا ان ممكن ما يبقاش على اي بلورا بليكس، لا البلورا بليكس دي لما تكبر شويه وتاخد مساحه كبيره جدا يسموه ديفيوز بلورا ثيكني، ما ينطقش عليه بلورا بليكس. وده برده من ضمن الحاجات اللي بيبقى مشهوره في الاسبستوس ان هو يعمل ديفيوز بلورال ثيكنينج. الديفيوز بلورال ثيكنينج ده بيقولوا ان هو لو عدى 5 سم في عرضه و8 سم في الكرينيال كودر عشان تقدر تقول ان ذيس از ديفيوز بلورال ثيكنينج، ما تقولش عليه بلورال بليكس. البلورا بليكس تبقى ويلتد او كونفايند او لوكالايز او سمول، اما لما تبقى ديفيوز واخده مساحه كبيره يقول عليها ديفيوز بلورا الايه ديفيوز بلورا ثيكنينج. وده برده مع الاسبستوس وممكن نشوفه كتير مع العينين بتوع الايه بتوع الايه بتوع الاسبستوس. طيب ممكن يقلب مالجنت ميزوسوليوم، ودي من خطوره الاسبستوس ان ممكن في الاخر ممكن يؤدي الى بلور ميزوسوليوم. طيب عشان اشخص الميزوسوليوم بشخصها ازاي؟ اشخصها ان انا الاقي في سيركمفرنشال، ودي حاجه مهمه واخد كل البلور، لما الاقي سيركمفرنشال الريجولار بلورال ثيكنينج موجود. الريجولار بلورال ثيكنينج ده ممكن في بعض الاحيان يؤدي او تبقى شبه يكاد يكون من كتر ما يكون تخين يبقى شبه كانه ماس ليجن، فلاقي دي حاجه مهمه عشان اشخص ميزوسيليوما ان انا الاقي في سيركمفرنشال الريجولار بلورال ثيكنينج واخد كل البلورال سيرفيسز سيركمفرنشال خلاص، والسيركمفرنشال ده بيبقى ريجولار وممكن يبقى ماونتنج تو ماس فورميشن.
ده بشخص بيه الميزوثيليوم. وبالتالي دي كليت كومبليكيشن من الـ من الـ من الاسبستد بلوريتد ديز ان ممكن يديفلوب ايه, ممكن يديفلوب مالجنانت ايه, مالجنانت ميزوثيليوم. دي البلور ثيكنج اللي موجود وحتى انفولفنج البلور ثيكنج اللي موجود في الفيشر. فده از سيركمفرنشال بلور ثيكنج الريجولر, ذيس از ا ميزوثيليوم. طيب اما لما يبدا يافكت اللنج, لو بدا يافكت اللنج وقتها اقول عليه اسبستوزس. لو لقيت فيه لانج تشينجز مع البلورال بليكس اللي موجوده اقول ان ذيس از اسبستوز. ايه اللانج تشينجز دي؟ ممكن تبدا في الاول كانه سمول باندز او بارينكيمال باندز كده طالعين من البلورال بليكس, بيبقى دي حاجات ايرلي او ممكن تكون على هيئه ويدج شيبد اوباستيز ريليتد للبلورال بليكس سمول, او ممكن تبقى دوتس كده صغيره موجوده للبلورال بليكس ماشيه كده تحت السب بلورال سيرفيس على طول. او الاشهر خالص ان هو تلاقي فيه بلورال لاين موازي للبلورال سيرف بيسموه سب بلورال لاين, وده اشهر حاجات بنشوفها مع العينين اللي هم عندهم اسبستوز. دي حاجات ايرلي جدا في الاسبستوز. طيب اما الحاجات اللي فعلا بيبقى كومن ان احنا نشوفها هو المنظر بتاع اللانج فايبروزس. احنا قلنا ان الاسبستوز دولت ار فايبروتيك فورم من الايه, من النيوموكونيوزس, بيحب يندوس فايبروزس, فبيعملوا نفس المنظر بتاع الفايبروزس بتاع يو اي بي لو كنت فاكرين, اللي هو بيبقى ريجولار ريتيكيوليشنز ومعاها هاني كومبنج وتراكشن برونكيتيك تشينج, نفس اليو اي بي. بس الفيصل او الفرق ما بينهم وبين اليو اي بي انك هتلاقي مع ده از ا بلورال بليكس, اما التاني مش هتلاقي بلورال بليكس. نفس الديستريبيوشن حتى ان هو بيبقى بايلاترال بيز, فبيبقوا خلي بالك قبل ما تبقى تقول ان ذيس از يو اي بي تاكد ان مفيش بلورال بليكس اندرلاين عشان ما يبقاش اسبستوزس, وده لانج فايبروز سكندري تو اسبستوزس مش يوجوال انترستيشن انيمور. فهو بيدي نفس المنظر اللي هو بايلاترال رادر سيمتريكال بريدومينتلي بيزل ارياز اوف ريتيكيوليشن معاها فايبروز معاها تراكشن برونكيكتس وهاني كومينج زي المنظر بتاع اليو اي بي, وبرده بيبقى بايلاترال بريدومينتلي بيز. بس اتاكد قبل ما تتاكد بص على البلورال سيرفيس لحسن يبقى فيها ايه, لحسن يبقى معاها بلورال ايه, بلورال بليكس, ويبقى ذيس از اسبستوز نوت يو اي بي. تمام. طيب ممكن يعمل حاجه مشهوره جدا 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 برضو اول ما ذكر مع اسبستوسس, ولكن بعد كده بقى لقوا الموضوع ان هو مش سبيسيفيك, اللي هو الراوند اتليكتس. ايه موضوع الراوند اتليكتس؟ خلي بالكم عشان دي حاجه بتلخبط مع الماسز وناس كتيره بيكتبوا عليها برونكوجينيك كارسينوما وهو مش برونكوجينيك كارسينوما. ذيس راوند اتليكتس. ايه الراوند اتليكتس ده؟ بيبقى عباره عن ان البلورال بيكس اللي موجوده بتبدا تنديوس فايبروز, فبتبدا تكشكش اللنج اللي جنبها. فلما تبدا تكشكش اللنج اللي جنبها تبدا يحصل الكولابس, لانج كولابس اللي هو الاتليكتس. فالكولابس اللي موجود بيبقى شبه الدايره كده او راوندد, عشان كده بيسموه راوند اتليكتس, بيبقى مور ويل ديفايند اند مور راوندد امبيرنس. طيب الراوند اتليكتس ده لازم له شروط عشان اقدر اقول ان ذيس راوند اتليكتس وانا مستريح. لازم له شروط عشان ما اقول ان ذيس راوند اتليكتس مش ماس, لازم له شروط. ايه هي الشروط؟ اول حاجه ان يبقى ليه اوفرلاينج بلورال بليكس, يبقى دايما جنبه بلورال ثيكنج, وهو ده اللي في الاول هو الانديوس, هو ده اللي انديوس البلورال ثيكنج اللي حصل, هو اللي اوفرلاينج عمل اللي عمل اللي كشكش البلانج اللي تحتيه وعمل الايه الاتليكتس. تاني حاجه وحاجه مهمه انك دايما طالع منه حاجات كده طالعه منه بيسموها كوميت تيل ابييرنس, تلاقي فيه حاجات ستراكشرز كده رادييتنج. ايه الحاجات الستراكشر دي؟ عباره عن كلاودنج اوف ذا برونكو فاسكولار باندل. البرونكو فاسكولار باندل برده بدات تتكشكش, فبدا تبان كانه المنظر الحاجات الكراوندنج اللي طالعه دي, شايفين الحاجات اللي طالعه من الماس اللي موجوده دي, ففي حاجات طالعه دي, فالحاجات الكراوندنج اللي طالعه دي اللي هو عباره عن كراوندنج اوف ذا برونكو فاسكولار باندل, ده من ضمن الحاجات اللي تقدر تقول بيها راوند اتليكتس وانت مستريح. وبالتالي الراوند اتليكتس المشهور مع العينين بتوع الاسبستوزس لازم له شروط انك تلاقي فيه فيري ويل ديفايند اوباستي, غالبا بتبقى سب بلورال ان لوكيشن ناحيه البلورال سيرفيسز, او بتبقى راوندد وبتبقى فيري ويل ديفايند تشبه الماس ليجن صحيح. بس لازم لها حاجتين, ان يبقى فيها اوفرلاينج عليها بلورال بليكس او بلورال ثيكنج, واندرلاين بيبقى فيه حاجات طالعه منها اللي هي كراوندنج اوف ذا برونكو فاسكولار ايه, كراوندنج اوف ذا برونكو فاسكولار باند. ممكن يقول ان الاسبستوزس في الاخر ينتهي ببرونكوجينيك مال, يعمل ماس ليجن برونكوجينيك كارسينوما ممكن, بس تيز ليت اند كومبليكيشنز. ودي من ضمن الحاجات سواء هي او بتاعه الميزوثيليوما اللي هي بتخلي العينين يرفعوا قضايا, وكانوا يعني كسبوا من الحاجات دي كتير جدا, لان ممكن تنتهي في الاخر بمالجنسي سواء كان بميزوثيليوما او سواء كان ببرونكوجينيك كارسينوما.
تاني واحد من ضمن الاوكيوبيشنال لانج ديزيز اللي هو السيليكوز. والسيليكا داست دي كانت بتتعرض او بتبقى موجوده فين؟ في اي مصانع، في مصانع بتوع السيراميك بالظبط الرخام، وكمان الازاز خلاص. دولت الناس دولت بيتعرضوا للسيليكا داست، والسيليكا داست از فيري فايبروتيك صراحه، وبتديوس لانج فايبروز بشكل عنيف. في اتنين فيتشرز او اتنين كلينيكال فيتشرز ليهم، اتنين كلينيكال سيمتومز ليهم. واحده بتيجي على هيئه اكيوت فور العيان، ان البيشنت ده تعرض لكميات كبيره جدا من السيليكوز، والديز از كولد اكيوت سيليكوزس، والعيان ده ليه باد بروجنوز وغالبا بينتهي الوفاه لما بيتعرض لكميات كبيره من السيليكوز. بيندوس سيفير الفيلايتس، بيحصل سيفير الفيلايتس وغالبا البروجنوز بتاع العيان ده از فيري باد وغالبا بينتهي الوفاه. اما النوع الثاني من او كلينيكال فيتشرز الثانيه من او كلينيكال تايب الثاني منه اللي هو الكرونيك سيليكوز، ان العيان ده بيتعرض على فترات طويله لكميات قليله من السيليك، اللي هو عيان الناس اللي هو عاده بيشتغلوا في المصانع بتوع الايه بتوع الايه السيراميك او او الازاز. ده على العكس بقى، ده برده كرونيك فورم وجراديوال اونست، وممكن ما يبقاش ما بيشتكيش خالص اللهم الا في الايه في الليت ستيج، شبه حاجه شبه الايه شبه الاسبستوس كده. طيب الاكيوت فورم لو شفناه، الاكيوت فورم بيبقى ليه منظر اسمه كريزي بيبي. حقيقه منظر كريزي بيبي مشهور في حاجه اسمها الفيروبريتونوز ماشي. هو برضه الكريزي 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 كريزي بيبينج ده مش سبيسيفيك للالفيروبريتونوز للاسف، هو في كذا حاجه، ولكن اول زي ما قلت لكم الساين لما بتطلع في الاول بيقولوا بس خلاص دي هي بتاعت الحاجه الفلانيه وسبيسيفيك الحاجه الفلانيه، وبعدين يكتشفوا ان هي لا ده موجوده في اذر فورم. فالكريزي بيبينج ده وجدوه ان هو في الاكيوت سيليكوز. ايه بيبقى ايه منظر كريزي بيبينج ده؟ انك تلاقي منظر جراوند جلاس، وجراوند جلاس اندرلاينج في الشبكه دي اللي احنا كنا قلنا عليها المره اللي فاتت، اللي هي الشبكه الصغيره دي اللي هي انترا لوبيلر سيبتا تيكن، اللي هي السيبتا ثيكنج اللي موجود جوه الايه سكندر بامبلر اللي بيسموها انترا لوبيلر سيبتا ثيكنج. فتلاقي في جراوند جلاس وجواه الشبكه اللي هي ثيكنج اوف ذا انترا لوبيلر سيبتا ثيكنج جراوند جلاس، وفي شبكه موضوعه دي، ده المنظر اللي بيسموه الكريزي ايه منظر بتاع الكريزي بيبي. وده مع العينين بتوع الاكيوت سيليكوز، وطبعا ده الهيستوري بيبقى واضح جدا ان هو اتعرض مره واحده وسيفير سيمتومز وسيفير ديسنيا وسيفير كلينيكال فيتشر واضحه جدا عشان تقدر تشخص الديز اكيوت سيليكوزس، ده لو شفناه يعني. اما الكرونيك فورم، فالكرونيك فورم بيجي على هيئه بيريليفاتيك نيدولز برضه زي بتاعه الساركيدوز. فلاقي ان في بيدد للفيشر زي كده نيدولز موجوده مايكرو نيدولز وفيها افكشنال فيشرز. وزي ما قلنا لما بلاقي كده ببص على اذر نيدولز موجودين في اللنج الثاني بقيه اللنج ديستريبيوتد فين. لو هي انفولفنج انترستيشن يبقى دي بيريليمفاتيك، لو انفولد متطورة في كل اللنج يبقى ديز راندم ايه نيديول، يبقى بتكلم على ميلاري ايه ميلاري باتر. طيب السيليكوزس بيبقى فيه بيريليمفاتيك نيديولز، ولكن النيديولز بتاعته بتبقى متركزه اكتر في البريفرال انترستيشن، تلاقيها دايما تحت البلورا. الساركيدوز مش كده، الساركيدوز البيريليمفاتيك نيديول بتبقى اكتر ناحيه البروب ناحيه الاكزيا ناحيه السنتر ناحيه البرونكال. اما السيليكوزس فالبيريليمفاتيك الاذر نيديولز بتبقى اقرب ناحيه الايه ناحيه البريفرال ايه ناحيه البريفرال انترستيشن ناحيه الايه السبلورال ان لوكيشن، لدرجه ان هما النيديولز دي ممكن تتجمع مع بعض وتدي منظر شبه البليكس، يسموها سودو بليك ساين. ما هي مش سودو، هي مش بليك، هي عباره عن تجمع للمايكرو نيديول تحت البلورال سيرفيس على طول، فبيسموها سودو ايه سودو بليك ساينز. الاقي النيديولز اكتر نظرا لان زي ما قلت لكم ان هي قريب لاكتر للايه البريفرال، هي بتقدر النيديول بتنفولف اكتر البريفرال انترستيشن معنى الايه عن السنترال ايه عن السنترال انترستيشن. السيليكوزس النيديولز بتاعتها بتمتاز ان هي غالبا بتكالسيفاي، لان السيليكوز فعلا بيبقى ليه هاي تندنس ان يحصل له كالسيفيكيشن، فلاقي النيديولز بتاعتها فيري دنس اند كالسيفايد. شايفين حتى سواء كانت البريليمفاتيك اللي هو موجودين في السنتر او حتى اللي تحت الايه تحت البلور مباشره. طيب ممكن يبقى معاها لينف نودز، ممكن يبقى معاها لينف نودز، ولكن الليمف نودز بتاعتها بتبقى ليها منظر مميز جدا. الكالسيفيكيشن بتاعتها بتبقى بريفرال، بيسموها ايج شيل كالسيفيكيشن. الايج شيل كالسيفيكيشن ده مشهور مع او اكتر ما ذكر في الايه في العينين بتوع الايه بتوع الكرونيك ايه كرونيك سيليكوز. طيب زي ما قلت لكم السيليكوز بيحب يندوس فايبروز، والحقيقه الفايبروز بتاع السيليكوز بيبقى مميز جدا في حاجه اسمها بي ام اف
بروجريسيف ماسيف فايبروز. خلي بالكوا عشان بروجريسيف ماسيف فايبروزس في ناس بعض الناس بيجوا سبوتنج بس يعني ناس مفتريه شويه. هو بيبقى منظر ليه منظر مميز ان هم بيبقوا شبه الماسز كده بيبقوا اليبتيكال شيبد اوباستيز. الاليبتيكال شيبد اوباستيز طالع منها سبيكيوليشن. السبيكيوليشن ده هو عباره عن الفايبروزس. هلاقي ان الاليبتيكال شيبد اوباستيز اللي طالع منها الفايبروتيك باندز دولت بدات تشد على السيراميك، فلاقي جنبها برونكياكتيك تشينجز، الاقي جنبها الفيشر مشدود ناحيتها، فلاقي جنبها دايما حاجه بتشد تيديوس ان او تسيجنيفاي ان الماس ليجن دي اتس ا فايبروتيك فور. دايما بتبقى بايلاترال ابر لوب بريدومينانت، ولاقي زي ما قلت لكم في سكارز طالعين منهم كده، وممكن الاقي جنبها زي ما قلت لكم حاجات تقول ان الماس دي مش زقه، الماس دي شده، الماس دي فايبروزس. نعم هي مش اتليكسس، هو هي فايبروزس انديوس اتليكسس بس في الاخر اتس ا فايبروزس. اللي ياكد ان الفايبروز ده لما الفايبروز ده يعمل زي ماس ان هو شدد على السيرام مش زائد السيرام خلاص. فدايما تلاقي جنبه في الريدييتنج بانز دي اللي معاها اركتكتشر ديستورشنز، اللي معاها برونكياكتيك تشينجز، اللي معاها الريجولار للايه للفيشرز. ساينز تقول ان ذيس از فايبروز، ده بيسموه بروجريسيف ماسيف فايبروز. ده من ضمن الكومبليكيشن بتاعت الايه بتاعت السيليكوز. البروجريسيف ماسيف فايبروز ممكن يكالسيفاي، ممكن يكالسيفاي ويبان كانه هيفي دنس كالسيفيكيشن زي ما قلت لكم السيليكا، ان الجوز بتاعتها بتبقى ليها هاي تندنسي انه يحصل له فيها ايه؟ يحصل له فيها كالسيفيكيشن. طيب البروجريسيف ماسيف فايبروز ممكن يكافيتيت، ممكن، ولكن بيقول الكافيتيشن بتاعه مش نتيجه للسيليكوز ذات نفسه، انما نتيجه اون توب حصل للعيان ده تيبركلوز. فحتى بيقول عليه سيليكو تيبركلوز، وده من ضمن الحاجات بتاعه الايه بتاعه الايه بتاعه تي بي. يعني لو لقيت بي ام اف، منظر بتاع البي ام اف، وبدا يحصل له كافيتيشن او كازيشن او سنترال نيكروزس، غالبا ديس بي انديكيت ان في اون توب سيكندري تي بي انفيكشن، وفي وقتها بيقولوا عليه ديس سيليكو ايه سيليكو تيبركلوز. ده من ضمن الكومبليكيشنز بتاعه الايه، من ضمن الكومبليكيشنز بتاعه الكرونيك سيليكوز. بس يبقى احنا اللي خدناه النهارده ايه؟ اللي خدناه النهارده في المحاضره خدنا السيركيدوزس وخدنا الاوكيوبيشنال لينجز اللي هم الاسبستوزس والايه السيليكوز. السيركيدوزس قلنا عشان نشخصه لازم اشخص بايلاترال هايلا ليمف نودز، ووضحنا اهميه البايلاترال هايلا ليمف نودز مش اذر ليمف نودز افكشنز. البايلاترال هايلا ليمف نودز وقتها هي اللي بتقدر تشخص لي ان دي السيركيدوزس. كمان اللانج افكشنز بتاعها على هيئه بيريليمفاتيك نودولز، وقلنا ان الجولز بتاعتها بتبقى بتحب السنترال انترستيشن اكتر من البريفرال ايه من البريفرال انترستيشن. ما تنساش ان في كرونيك فورم ممكن يحصل فايبروز ويبقى غالبا بايلاترال ابر لوب بريدومينانت فايبروتيك تشينج. اتكلمنا عن الاسبستوس وعرفنا ان الاسبستوس فيه نوعين، في اسبستوس بلورال ريتد ديزيز بيبقى على هيئه غالبا بلورال بليكس، وقلنا البلورال بليكس دي بتحب الدايفراجماتيك بلورا والبوستولاترال اسبيكت بتاع البلورا وستسبير الابيكس. وعرفنا ان لما يبقى فيه underlying lung affections بقول عليه asbestosis، وقلنا ان هو بيبقى شبه ال UIP شوية. بس قبل ما تقول ان this is UIP بص عليه معاه pleural plaques ولا لا، لان ده الكلو عشان differential diagnosis مع ال UIP. طيب اتكلمنا عن السيليكوز وعرفنا ان فيه اتنين فورم، في acute form بيدي منظر crazy paving ده اللي هو ground glass وفي thickening of the intra و interlobular septal thickening، وchronic form اللي هو بيبقى عبارة عن perilymphatic nodules. قلنا البريفيتيك نيوز دي بتحب البريفيري ما بتحبش الاكسيال انترستيشن، ويسموها حتى سودو بليك ساين. وقلنا ان ممكن يكون معاه ميدياسانا ليف نودز بتبقى فيها ايج شيب كالسيفيكيشن، واتكلمنا عن الكومبليكيشنز بتاعته اللي هي بتبقى بروجريسيف ماسيف فايبروزس. وقلنا البروجريسيف ماسيف فايبروزس ممكن يحصل فيه اون توب تي بي انفيكشن بيسموه وقتها سيليكو ايه سيليكو تيبركلوز. خلاص مرة جاية ان شاء الله هنتكلم عن السيستيك لانج ديزيز والايزوريفوليك نيومونيا والميتابوليك لانج ديزيز ان شاء الله. اتفضل بعد كده محاضرتين هرمونال نيوبلاست والميدياستانر ابنورمال ان شاء الله.